اوه قرمشة لازم طعم روعة. الدياي ينن والقرمشة حلوة. يا هلا ومرحبا فيكم بحلقة جديدة من برنامج طبخة دانا براحة، اللي كل يوم نقدم فيها طبق جديد مع شيف يبدع لنا دايما، ودايما هم تكون مقاديرنا من أبليكيشن راحة اللي هو عبارة عن راحة يسهل لكم حياتكم. صدق راحة صح؟ معانا الشيف بدر الشايجي، حياك الله. هلا والله دانا، شلونك؟ تمام الحمد لله. شيف شنو عندنا اليوم؟ شنو بنسوي؟ اليوم الشيء اللي أحبه، الدياي المقلي الفرايد تشيكن. ايه موجود بوايد اماكن صحيح، بس بنسوي التكنيك والشغل اللي تسوونه بسهاله وبمقادير سهله بدقائق، كل شيء راح يكون جاهز وشوف عينك. عجيب. نعم انزين، قول لنا شنو مقاديرنا اليوم. راح اول شيء اجيب الدياي منظف اكيد. صدر الدياي شنو نحتاج فيه؟ نحتاج اقطع كبيرة اللي يسمونها يعني الستريبس نقول. ايه حلو، فاحنا راح نحتاج القطع هذه بالحجم هذا. مثل ما قلت لك انا احب اركز على فكرة الطعم، الشيء اللي قاعد اسويه مو اركز على الصوص. إيه؟ الصوص دايما احب اخليه بيسك، دايما اقول اجدانه افضل نمشي على البيسك، كل واحد يقدر يعدل ويضيف وينزل. في ناس يقولك لا انا ما احب الملح الكثير، ما احب الفلفل الاسود، ابي اضيف شغله ثانيه. كيفك؟ حلو، انت عندك الموضوع، الموضوع بيدك. الطبخ ما له حدود وما له شيء، كل واحد والطعم والنكهه اللي هو يحبها. عجيب. حلو عجيب. الحين قصصنا احنا صدور الدياي بالقطع اللي نبيهم، خلينا نسوي التتبيله. حلو، دايم التتبيله افضل الروب، علبة روب تقريبا. استخدم الملح، فلفل اسود، وثوم البودر. في ناس تستخدم البابريكا هم يعطي لون ويعطي نكهه وايد حلوه مو عاديه. والحين وقت التتبيله، اللي مستعيل ساعه، مستعيل انت ساعه، تبين تمزجين وتوكلين بيتكم شيء صح يوم كامل، يوم كامل بالثلاجه دايم. والروب عموما لما يقعد الثلاجة مع الدياي يعطي طراوة الدياي خلينا نقول. وايد حلو. فالحين بس اعطيه. هذه الحين تروح الثلاجة تقعد لها تقريبا خلينا نقول ساعة اذا كنا مستعيلين، والافضل مثل ما يقول الشيف ان احنا نخليها يوم كامل. انا مذهب لك كمية مسويها متبلها من امس، والحين بنشتغل بالنواشف اللي راح الخطوات والتكنيك مال الدياي المقلي الفرايد تشيكن اللي الواحد يحبه. اوكي الحين هذا اي صحن تجيبون عندكم عادي، كوب طحين، ربع كوب نشا، تمام، وهني قفشه صغيره او كبيره عادي ماكو مشكله من البيكنج باودر. تمام. الحين اهم نقطه شو تسوين؟ المكونات النواشف هذه تخلطينها عدل مع بعض، أساس كل قطعة دياي راح نحطها احنا تاخذ الطحين كله والبيكنج باودر والنشا نفس الوقت. وافضل تسوين هذه الكمية النواشف منها ثنتين. ليش؟ لان الحين راح تشوفين الخطوات، راح نحط بداية الدياي المتبل هني، بعدين نقعه بماي، بعدين نرده بالنواشف. اللي هي نفس النواشف هذه بالضبط. تمام، ما فيها تغيير. فالحين حطينا صدر الدياي صوبين. تمام تمام كذي، هذه بس صدور قطعه واحده انا راح نمشي عليها على باقي القطع. هذه الدياية حلو بالماء البارد 5-10 ثواني نوديها بالخليط الثاني نفسه، سواء رديتيها هني وديتيها هني ما عندك مشكله. هذا اهم بارت النهائي هذا، ونخليها تجهزينها هني. ليش؟ حق قبل القلي، يكون عندك انت شغلك ودياي جاهز. هوب قلي بس. شوفي شفت الحين التكنيك اللي سويناه هذا؟ راح تنصدمين الحين من شكل الدياي اللي راح يطلع ويانا. دياي مطاعم. انا للحين ما قليته وقاعد اقول لك دياي مطاعم. انا اثق فيك. شكرا. بس هالخطوات الحين احنا كذي خلصنا. الزيت يكون متوسط الحراره، ما نبي حراره. في ناس يقول لك حراره عاليه، لا لا.
حرارة عالية من برا تلقينه استوى بس من داخل لا. صح بالضبط. الحين هذا دياينا. فعلا بدر ترى نفس شكل اللي بالمطاعم. بالضبط. نفسه امشي على التكنيك. ايه الخطوات اللي شفتيها انت امورك بس حلوين حلوين يعني عجيب. الحين ناخذ بضعه شوفها. واو بس كذي دياينا شنو استوى عجيب. حتى بعد شوي راح اسمع شاي. ايه 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 يا بس راح شوفها لون. ما كنت أتخيل إنه ممكن أقدر أسوي دياي تشيكن تندر كذي بالبيت. نحن شنو بنستخدم تورتية خبز كيفكم. بس أنا أفضل تورتية لأن الحين بنسويها سندويتشة حلو وتكون حلوة. فقصص الدياي اسمعينها. أبا عجيب حلوين. شوقتين والله. طيب نيوع شوي أنا ما ناكلها كذي أصلا صدقي. نجيب نجهز اللي هو الجبن سلايس. وأنا ما أحب أزيد الصوصات مثل ما قلت لك. مايونيز الخس. عشان الجبن يذوب عليه. حلو. وتجيبين طماط بالنهاية أقول اختياري وجبن سلايس. حلو. تحطون كمية الدياي اللي تبينها. لا تعبينها فل أساس أنها تقدرين تسوينها راب عدل. ايه. على راحتك. اللي قفلنا فيه نفسه. ايه شويه حتى هني اسكر عليه كذي. هذه نحمشها من الصوبين. على ما نجهز باقي سندويتشات مع بعض ننتقل حق فقره التذوق. الحين الطبق جهز عندنا. وقت الجد. وقت الجد. وقت اللي نذوق. يا جماعة الطبخة اليوم اللي شفتوها سهلة وسريعة والكل يحبها بالبيت. تقدرون إن أنتوا تسوونها وتذوقونها وتجربونها. كل المقادير اللي حطيناها تلاقونها في أبليكيشن راحة اللي يسهل عليكم حياتكم ويساعدكم في إنكم تطبقون هذه الوصفات. لازم اجرب ما اقدر. خلاص خلاص طلع الموضوع من يدي. انا ناطره من مساء. خلاص انا بجرب وياك هالمره. طعم روعه. الدياي ينن والقرمشه حلوه كلها توب التوب. يعطيك العافيه. بالعافيه. انا بكمل الصراحه.